السلام عليكم. السورية تكتشف لأول مرة معجزة كبيرة داخل مسجد مهجور. سبحان الله. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. هذه قصة حدثت في مدينة جدة السعودية. يقول راوي القصة: ركبنا أنا وخالي سيارتنا في طريق عودتنا بعد أن صلينا الجمعة في مكة، فإذا بنا نرى مسجدا مهجورا في مكان خلاء رأيناه ونحن ذاهبين إلى مكة، فقررنا أن نذهب إليه ونصلي العصر فيه. رأينا على بابه سيارة فورد زرقاء اللون. مرت ثواني وأنا أفكر من الذي أوقف سيارته هنا ومن المتواجد في هذا المكان الخالي، ثم حسمت قراري بالدخول إلى المسجد والصلاة فيه، وانعطفنا بالسيارة إلى الطريق الترابي قاصدين المسجد للصلاة فيه. أوقفنا السيارة على باب المسجد، فإذا بصوت عالي لرجل يرتل القرآن باكيا يقرأ من سورة الرحمن في المسجد، فاستغربت كيف للرجل أن يكون هنا وهذا المكان خالي والمسجد قد ذهب سلس بناءه من قدمه. ثم دخلنا المسجد وإذا بشاب وضع سجادة صلاة على الأرض وفي يده مصحف صغير يقرأ فيه، ولم يكن هناك أحد غيره. قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنظر إلينا وكأننا أفزعناه ومستغربا حضورنا، ثم قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألته: صليت العصر؟ قال: لا. قلت: لقد دخل وقت صلاة العصر ونريد أن نصلي. ولما هممت بإقامة الصلاة وجدت الشاب ينظر ناحية القبلة ويبتسم لمن ولماذا لا أدري، وفجأة سمعت الشاب يقول جملة أفقدتني صوابي تماما، قال بالحرف الواحد: أبشر وصلاة جماعة أيضا. نظر إلى خالي متعجبا، فتجاهلت ذلك ثم كبرت للصلاة وعقلي مشغول بهذه الجملة: أبشر وصلاة الجماعة أيضا، من يكلم وليس معنا أحد؟ المسجد كان فارغا مهجورا، هل هو مجنون؟ بعد الصلاة أدرت وجهي لهم ونظرت للشاب وكان ما زال مستغرقا في التسبيح، ثم سألته: كيف حالك يا أخي؟ قال: بخير ولله الحمد. قلت له: سامحك الله، شغلتني عن الصلاة. سألني لماذا؟ قلت: وأنا أقيم الصلاة سمعتك تقول أبشر وصلاة جماعة أيضا. ضحك وردد قائلا: وماذا في ذلك؟ قلت: لا شيء، ولكن مع من كنت تتكلم؟ ابتسم ثم نظر للأرض وسكت لحظات وكأنه يفكر هل يخبرني أم لا. تابعت قائلا: ما أعتقد أنك بمجنون، شكلك هادئ جدا وصليت معنا وما شاء الله. نظر لي ثم قال: كنت أكلم المسجد. كلماته نزلت علي كالقنبلة، جعلتني أفكر فعلا هل هذا الشخص مجنون. قلت له: نعم كنت تكلم المسجد، وهل رد عليك المسجد؟ تبسم ثم قال: ألم أقل لك أنك ستتهمني بالجنون؟ وهل الحجارة تتكلم؟ هذه مجرد حجارة. تبسمت وقلت: كلامك صحيح، وطالما أنها لا ترد ولا تتكلم لما تكلمها؟ نظر إلى الأرض فترة وكأنه ما زال يفكر، ثم قال دون أن يرفع عينيه: أنا إنسان أحب المساجد، كلما عثرت على مسجد قديم أو مهدم أو مهجور أفكر فيه، أفكر عندما كان الناس يصلون فيه وأقول لنفسي: يا الله كم هذا المسجد مشتاق لأن يصلي فيه أحد، كم يحن لذكر الله، أحس به، أحس إنه مشتاق للتسبيح والتهليل، يتمنى لو آية واحدة تهز جدرانه، وأحس إن المسجد يشعر أنه غريب بين المساجد، يتمنى ركعة سجدة ولو عابر سبيل يقول الله أكبر، فأقول لنفسي: والله لأطفئن شوقك، والله لأعيدن لك بعض أيامك. أدخل فيه وأصلي ركعتين لله ثم أقرأ فيها جزءا كاملا من القرآن الكريم. لا تقل إن هذا فعل غريب، لكني والله أحب المساجد. نظرت في الأرض مثله لكي لا يلاحظ دموعي من كلامه، من إحساسه، من أسلوبه، من فعله العجيب، من رجل تعلق قلبه بالمساجد، ولم أدري ما أقول له، واكتفيت بكلمة: جزاك الله كل خير. سلمت عليه وقلت له: لا تنساني من صالح دعائك.